خلينا نروح لخبر تاني كان موجود على السوشيال ميديا ومجموعة بوستات للحساب الرسمي الفيريفايد اكاونت لديزني على انستغرام. كشفت الشركة العريقة في مجال الأفلام الكرتونية ديزني عن عودة اللهجة المصرية خلال الفترة الجاية لأعمالها المقبلة. وهنا هنقف شوية، لأن احنا فاكرين كلنا في بداية التسعينات ويمكن قبل كده كمان كان مصر واللكنة المصرية موجودة في أفلام ديزني. شفنا سنو وايت، شفنا بيوتي اند بيست، شفنا لاين كينج، شفنا ألادن. كل الحاجات دي كانت بتتعمل بتوزع في الوطن العربي والشرق الأوسط لما تكون ناطقة باللغة العربية باللسان المصري. كان يعني ممثلين الدوبلاج اللي بيقوموا بعمل صوت الشخصيات في الفيلم مصريين، والعاملين في شركة ديزني في مكتبها في مصر برضو مصريين. فكان مصر ليها باع طويل جدا في صناعة الكرتون، ومنها خرجت ناس كمان عملت في مصر يعني أفلام كتيرة جدا ومسلسلات كرتون كتيرة جدا في مصر. لكن في وقت من الأوقات انحصر الدور المصري شوية وبقى فيه لكنات أخرى بتترجم أو بتدبلج الأفلام الخاصة بالكرتون ديزني، لكن عودة مرة أخرى دلوقتي. وده بيدل إن إحنا لينا ريادة في الموضوع ده، وده ما يزعلش حد. إحنا عارفين كويس قوي مثلا لاين كينج على سبيل المثال اللي ديزني هتنزله كمان كام شهر، في شهر 6 تقريبا أو في شهر 7، كان ناطق باللغة العربية باللكنة المصرية، ولف العالم العربي كله باللكنة المصرية، ولما اتعمل منه نسخة تانية إعادة دوبلاج برضه اتعملت بالمصري. كمان عندنا سنو وايت كان معمول باللكنة المصرية والأغاني بتاعته كانت معمولة باللكنة المصرية. عندنا أفلام كتيرة جدا جدا لديزني كانت باللكنة المصرية، عودة مرة تانية للكنة المصرية. بجد إحنا متميزين جدا جدا في الدوبلاج في الكرتون. شركة ديزني قالت في أول بوست: جميع أميرات ديزني باللهجة المصرية في خطوة رائعة وغير متوقعة. جميع حوارات أميرات ديزني في فيلم رالف يدمر الإنترنت، رالف بريكس ذا إنترنت، زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، هتكون باللهجة المصرية، بما في ذلك جميع الأميرات اللي جاءت أفلامهن في فترة توقف ديزني عن استخدام اللهجة المصرية واستبدالها بالفصحى، زي ألسا وأنا ومريدة وموانا، وذلك بعد امتعاض العديد. شايفين اللكنة أو اللغة اللي كاتبين بيها ديزني، مهتمين جدا إن كان في امتعاض وضيق من العديد من محبي ديزني خلال السنوات السابقة بشأن توقفها عن استخدام اللهجة المصرية في أفلامها. لو ديزني مش عارفة قد إيه السوق المصري مهم، فهي عرفت دلوقتي قد إيه السوق المصري مهم، وعرفت قد إيه في ريادة للمصريين الفنانين المصريين في الدوبلاج أو في استخدام الصوت للشخصيات اللي بتعملها ديزني في أفلامها. ورجعت مرة تانية تعمل لنا اللكنة المصرية، وعلى البيج بتاعتها الفيريفايد على انستغرام قالت الكلام ده. فمش هتقول الكلام ده من فراغ إلا لو هي عارفة فعلا إن وجودها في مصر والأفلام تكون موجودة باللكنة المصرية هيحقق لها عائد. ديزني تعود مجددا مشكورة في هذا الفيلم لإرضاء محبيها بعد عدد من القرارات الغير موفقة اللي اتخذتها خلال السنوات السابقة، وده على لسانهم. تعود بعض الأصوات الأصلية لبعض الأميرات، زي مثلا النجمة نسمة محجوب في دور ألسا، الفنانة شروق الشريف في دور أنا، مطربة الأوبرا جاكلين رفيق في دور تيانا ورابنزل، والفنانة لوما في دور موانا. فيما غابت العديد من الأصوات الأصلية للأسف، زي رولا زكي كانت بتعمل دور سندريلا وأريال، ونهلة الملواني في دور جاسمين في ألادن، ولقاء الخميسي كانت بتعمل دور مولان، حيث تم استبدالهم بأصوات أخرى. خلينا نفتكر كده كمان لاين كينج، والفيلم ده ليه معزة شخصية عندي. فاكرين تيمون وبومبا؟ أكيد. الفنان الرائع، الكوميديان العظيم، الممثل الكبير جدا محمد هنيدي، مين ينسى إفيهاته في فيلم لاين كينج وصوته مع صوت تيمون؟ عندنا ناس تقيلة جدا 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 كانت بتعمل توي ستوري كان يحيى الفخراني، الدكتور يحيى الفخراني. عندنا اسامي كبيره جدا جدا، عبد الرحمن ابو زهره، الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره استاذنا كلنا في دور سكار في لاين كينج. عندنا اسامي تقيله جدا جدا كانت بتعمل دوبلاج. ترقبوا كمان فيلم رالف يدمر الانترنت بمزيج من اللهجه المصريه والفصحى معا، ده من ديزني اريبيا.